ارتفاع غير مسبوق في اللسان الملحي لمياه شط العرب، مع معاناة أهالي البصرة من ارتفاع درجات الحرارة مصحوبة بالرطوبة العالية. بيئة المنطقة الجنوبية اقترحت عدة حلول للأزمة التي تتكرر سنويا، منها إنشاء سد تنظيمي ورفع المخلفات جميعا. أولها ضرورة أن يصار إلى سد تنظيمي أو هويس ملاحي في شط العرب في أحد الأماكن المقترحة، وثانيها أن يتم رفع جميع المخلفات والملوثات البيئية على طول مجرى نهري دجلة والفرات وشط العرب والتجاوزات بمختلف أشكالها وأنواعها. والحل الثالث الحقيقة أن يصار إلى محطة تحلية للمياه في مدينة الفاو، يتم الاستفادة منها في إنتاج المياه الصالحة للشرب والشرب والسقي. تزايد نسب الملوحة أثر كثيرا على الزراعة وتربية الحيوانات، بالإضافة لنفوق الأسماك المستمر. ناشطون أكدوا ضعف سياسة العراق الخارجية بخصوص حصصه المائية مع دول الجوار، والتي لم تجد الحكومات المتعاقبة حلا لها يضمن من خلالها حق البلد المائي. هذا الموضوع أصبح موضوع أزلي حقيقة، عارق أهل البصرة وأثر على البصرة وعلى سكن البصرة وعلى حتى تربية الحيوانات والمواشي وحتى على الزراعة. اليوم البصرة في إعداد المدن المنكوبة عالمين على قياسات، اليوم إذا نلاحظ الدول الأخرى أقل درجة حرارة يدخلون إنذار يعلون حالة طوارئ، أقل درجة نسبة ملوحة، يعني كيف البصرة اليوم هي اللي تغذي العراق. ضعف السياسة الخارجية العراقية إذا حل أزمة المياه مع البلدان المجاورة التي تأتينا الروافد من خلال تغذية نهري دجلة والفرات وكذلك شط العرب، هذا الضعف وهذه الإشكالية عبر السنين لم نجد لها حل. لذلك نحن كجمهور البصرة اليوم العوائل البصرية تعاني من وصول مياه آسنة للمنازل. وتزداد ملوحة مياه شط العرب يوما بعد يوم دون إجراء معالجات تذكر من الجهات المعنية، مما يشكل خطرا حقيقيا على حياة البصريين. من البصرة يونس الرباعي، التغيير.